سلام الله عليكم. المحامون اليوم كيعيشوا واحد الحالة من الارتباك وبالدارجة المغربية الروينة وسطهم. اللي دار لهم هذا الروينة هي واحد اللقاء دارته الحكومة مع رئيس ديال الجمعية ديالهم وربما بعض الأخوة الآخرين معه. اليوم كاين واحد الروينة ما بعدها روينة، فعدد من الناس ما فهموش شنو واقع، وعدد من الناس اليوم كيروجوا يعني أنهم خصهم يقاطعوا الجلسات، وخصهم يعني هذه بالنسبة لهم إشارة من الحكومة استوجبت أن يتوقفوا عن النضالات ديالهم. نحن لسنا يعني أنا ماشي محامي وهذا الشأن ديال المحامون، ولكن موقعنا كصحفيين لنا الحق في إبداء رأينا لثلاثة ديال الاعتبارات أولى الأسباب أو المبررات اللي كتخلينا ندخلوا في هذا الأمر العاجل. اولا الامر كيتعلق بشان سبق لنا قلناها شان مجتمعي، المحاماه شان مجتمعي لا يهم المحامون فقط وانما يهم كل المواطنات والمواطنين. فمتى استشعرنا اي خطر كيداهم اي محاوله ديال السطو عليهم او على نضالاتهم او مناورات عرضوا له او اي تضليل مشانه ضروري على اننا ندليو بالراي ديالنا. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هو اننا واكبنا هاد النضالات ديال المحامون وكنا في صلب يعني الحراك ديالهم، ولهذا من واجبنا أن نواصل هاد التغطية متى ظهر مستجد، والمستجد اليوم هو هاد الاتفاق اللي بان ما بين الحكومة وبين المحامون. الدافع الثالث وهو أساسي جدا يرتبط بمهنتنا. تعلمون أن الصحفي له ثلاث أدوار وصبح نشرح لها. دور ديال الإخبار، ينقل الأخبار والواقع والأحداث إلى الرأي العام. الدور الثاني هو دور ترفيهي، والدور الثالث وهو اللي كاين اليوم هو دور تنويري. الصحفي ينور ويسلط الأضواء ويساهم في صناعة الوعي النقي والوعي الحقيقي. أي محاولة ديال تضليل، أي محاولة ديال التضليل شافها الصحفي أو لحس بها واجب ينور، واجب يقول شنو واقع. اليوم واسمحونا نقولها بمنتهى المسؤولية، نحن أمام محاولة يعني ديال الالتفاف على الحراك ديال المحاميات والمحامون. نحن من مصلحتنا أن المحامون يرجعوا للمحاكم، نحن من مصلحتنا أن تنتهي هذه الأزمة وأن يواصل المرفق العمومي مرفق العدالة أداء الوظيفة ديالو الخدمة ديالو العمومية. لا أحد كيعجبه هذا الشيء. اليوم محاكم مشلولة وهذا كيضر المواطنات والمواطنين في مصالحهم، كيضر العائدات ديال الدولة على مستوى الصندوق، وكيضر الصورة ديال الدولة أمام المنتظم الدولي، لأنهم اللي كتشل القطاع ديال العدالة فالدولة تصبح في وضع لا تحسد عليه. إذا احنا ما عجبناش هذا الواقع، ولكن لابد من واش غير لحقاش كاين هاد الإكراهات هذه كذلك يغامروا المحامون اليوم ويدخلوا فقط لأن هاد الاتفاق هذا جاء. من وجهة نظرنا المتواضعة، نحن ماشي في وضع ديال الوصاية ولا نقولوا المحامون شنو يديروا، ولكن سمحوا لنا نقولوا رأينا الصحفي خصوصا أننا لقينا واحد الحماس عند البعض. بالنسبة لرأينا الصحفي، هذا الاتفاق لا يرقى إلى اتفاق حقيقي ما دام لم يظهر بلاغ للحكومة. ظهر بلاغ من الجمعية ديال المحامون، وهذا المكتب ديال اللي كيقودوا المحامون أو هذا الرئيس بمنتهى المسؤولية. شفنا عدد من المحامون يعني كيرفعوا عليه أصوات ديالهم، كيصفروا عليه، وكينا ما كيش إجمع عليه، وظهر واحد الشنآن بينه وبين عباد الله. إذن ليس محط ثقة، يعني ماشي ثقة في مجالات أخرى، ولكن في هذا القرار هذا فكاين إشكال، يمكن يتقلب عليهم، يمكن يوقع شي مشكل. إذا سؤال، علاش الحكومة ديرش بلاغ؟ هاد الناس تتفق، علاش الرئيس بالضبط ديال الجمعية دار بلاغ؟ سؤال آخر، إلى أي حد هذا البلاغ ديال الجمعية كيلزم الحكومة؟ غدا يمكن الحكومة تنصل منه، وسبق الحكومة تنصلت من عدد من الاتفاقيات والتزامات، تنصلت من الاتفاقيات من وعودها الانتخابية، تنصلت من التزاماتها في الحملة الانتخابية ديال المليون تشغيل الشغل وديال نعطيه 1000 درهم ونعطيه 2500 درهم ونديره ونديره ونديره. ثانيا هذا الشخص اللي هو مستعب لطيف وهبي اللي كيقود هاد الروينة ديال المحامون، هل هو محط ثقة؟ شنو وقع له مع عبد الوهاب بن الفقيه؟ شنو وقع له مع عبد الوهاب بن الفقيه؟ شنو وقع له مع نشطاء الريف كينوب عليهم؟ قال العفو، وغدا بقى كيقول ما كاينش العفو. البارح كيقول 17 مليار خصو يرجعها الاخنوش، من بعد قال ما صافي ولا صاحبه. البارح قال لك يسيرون امورهم ومصالحهم عن طريق السياسه، اليوم ولا اخنوش زوين.
لاحظوا التقلبات ديال 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 ديال, ديال عبد اللطيف وهبي. إذن كاين هذا المشكل العميق، شنو هي الضمانه ان هذا الشيء هذا ما يكونش غير وسيله لكسر شوكه ديال هذا، لان هذا الشيء اليوم اللي تجمع به المحامون وهذا الاتحاد، شنو هي الضمانه ما يتهرش، وشنو هي الضمانه يولي عاود. نقطه اخرى في غايه الاهميه، دابا هذا عبد اللطيف وهبي شنو قال؟ قال لهم المحامون يعاودوا المخهم وغندوز اللي بغيت. هذه نقطه جوهريه اخوتي المغاربه، نقطة جوهرية. انت قلتي في جنيف المحامون يعودوا المخهم وغادي ندوز اللي بغيت، فين هي المسؤولية دابا هنا؟ فين هو غندوز اللي بغيت؟ فين هي الكلمة؟ فين هو الموقف الحكومي؟ فين هو الوزير اللي خص يكون عنده الفمو قد دراعو؟ علاش مابقيتش غندوز اللي بغيتي بهذا المنطق؟ علاش تراجعتي؟ حتى لا سلمنا بين قوسين احسن نضلنا، فين هي غندوز اللي بغيت؟ اش من مسؤولية، اش من قيمة غتبقى عند الوزير دابا؟ فين هي الكلمة؟ البارح كتقول غندوز اللي بغيت يعاودوا المخهم، يعاودوا المخهم، وهذه سابقة في تاريخ المملكة المغربية. وزير كيمشي باش يقدم صورة وردية وإيجابية على الواقع الحقوقي في المغرب، فإذا به مشى باش يقدم صورة سوداوية على قطاع عنده به علاقة ولاد بلاده في جوني في سويسرا، لم يحدث في تاريخ المملكة المغربية. المحامون يعاودوا المخهم وغندوز اللي بغيت، كيفاش غيتيقوا بك الناس دابا وانت عطيتي هذا الموقف وما اعتذرتيش عليه؟ كيفاش غيتيقوا فيك الناس؟ نقطة أخرى، إشكالات دابا ديال المحامون، علاش بالضبط الضريبة ما الضريبة؟ علاه ما كاينش لمس بكرامة المحامي؟ ملي كتصورهم على أنهم ما عندهم ما كيخلصوش، وعلى أنهم شفارة، وعلى أنهم ما عندهمش الحس الوطني، وكتنقصهم الحس الوطني والضرائب، هاد الصورة اللي تم دابا تعميمها وسط الشعب المغربي على جسم المحاماة، شنو كيفاش نجبروا ضررها؟ وفين هي، أين هي في هذا البلاغ وفي هذا الاتفاق؟ فين هو الاعتذار؟ فين هو الاعتذار؟ اهم حاجه، واش الانسان غير خبز، غير فلوس، غير ضرائب، غير نقص لك 5% نزيدك 2% 3%؟ والجانب الرمزي، الهيبه ديال المحاماه، المحاماه اللي تم تصويرها بهذه الصوره القاتمه اللي ما عمرها وقعت في تاريخ المملكه المغربيه، فين هو جبر الضرر ديالها؟ نقطه اخرى، وهذه كتفكرني بجزائر. جزائر منين كانت دايره ما يسمى القمه ديال ما نقولش القمه، قمه تبون وبعض عباد الله اللي تلاقاو تما، شنو هو الجانب اللي فيها كان يعني كنقولوا بالدارجه الطنز العكري مع المغرب؟ مصيفط لنا هنا عباد الله يجيو يسلموا لنا الدعوه وهما سادين الجو علينا، هذا هو الطنز كيتسمى يعني داك، ما بغيتش نقول شي مصطلح احتراما لاشقائنا اخوتنا الجزائريين المواطنين، ولكن كنهضر على السلوك الارعن اللامسؤول، اللامسؤول ماشي ده اللامسؤول، انك انت كتجي تقول السلطات المغربيه تجي تحضر في القمه المسؤولين المعنيين، وفي نفس الوقت انت غالق الجو. ايوا على الاقل عبر على حسن النيه ديالك، اعطينا اشاره طيبه باش حنا نفكروا نجي ولا نقول لنا على الشيطان الحرامي ولا كذا. لا انت ساد الجو، اذا اوتوماتيكمون ما باغيناش نجيو، اذا اوتوماتيك، اذا هذيك الدعوه كتبان سلوك ديال البراش، ما بغيتش نقول شي مصطلحات غير معقول. نفس العمليه دابا إذا كانت الدولة جلست مع المحامون، ملي كنقولوا دابا دابا كيقول لك في البلاغ غيواصلوا النقاش في الأمور المهنية، وشنو هو المهنية؟ جزء منها هو الكونكور ديال المحاماة. إذا هو كحكومة فرضت الكونكور وغدوز الكونكور ديال المحاماة، ومع ذلك كتقول سنواصلوا النقاش فيما هو مهني. إوا عطي عربو للمحامون، حبس أجل واحد الشهر ولا شهرين الكونكور ديال المحاماة، اش غيوقع في ملك الله؟ أحبسوا، هذه هي الإشارة الطيبة للمحامون. هنا البلاغ والاتفاق يكون عنده، عطينا شي اشاره، انت ما عطينيش اشاره وكتقول لي يا غنتلاقاو بحال الجزائر، انت ساد لي الجو وكتقول لي تعالى، نفس الصوره هذه كيتسمى الطنز العكري، هذا هو كيسمى شي واحد كيستبلدك وكيضحك عليك. نقطه اخرى، دابا الحكومه كتقول 20% 30% 2000 واحد عند دخلوا 3000، شنو هي الدراسه اللي دارت دابا الحكومه المغربيه؟ وهذا جزء، هذا العنوان ديال العبات. دابا الحكومة المغربية عندها شي دراسة على واقع المحامون، عددهم كيفاش عيستقطبوا المكاتب اللي ممكن تستحتضن هاد المتمررين، شحال هما؟ واش البلاد خصها 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 5000؟ راه ملي كنقولوا خصنا 4000 مثلا منصب محامي ولا 1000 ولا 2000 غندخلوا بناء على دراسة، عطيونا الدراسة اللي دارت الحكومة في هذا الشق هذا، باش يبان لكم راه الأمر عبثي، راه ما خادع حتى شي منطق، ما خادع حتى شي تصور. نقطة أخرى كذلك، واللي حنا كنقولوها بمنتهى المسؤولية، وكنتشاركوا رأينا مع السادة المحامون، دابا كتهبطها ل 50 درهم 30 درهم، بمعنى ما خرجتيش أنت من دائرة النزاع، النزاع كان على واش؟ وهو أن هذيك الضريبة تكون 4 ريال، والمبدأ خطأ، راه حنا راه المحاماة ماشي تجارة،
ملي كنجي انا مثلا كندخل شي كنبيع دابا انا مثلا ضربني واحد الانسان ضربني وشوفوا اخوتي باش تعرفوا المحامون راه معركتهم عادله راه واخا تقول انا نقول لكم وجهه نظر ديالي المحامون ما خصهمش يخلصوا الضرائب علاش عاد قول لي علاش ماشي لحقاش كيدخل لا لحقاش المحامي معمره ما كيخلص الضريبه راه كيخلصها الموكل دابا انا ملي غنمشي للمحكمه وانا مثلا ضربني شي واحد ومشيت غنخلص عليه واش شنو شنو كنبيع وشري باش نخلص الضريبه حيت المحامي راه ما يخلصش راه محامي هذا هو الاشكال العميق للمحامون لا للموثقين لا العدو لا كذا راه المشكل عدو زو عاد المواطنين وهما فين عندهم مشكل علقاو راسهم في حرج مع المواطنين نعطيكم مثال مثلا دابا انا موثق مولف كنوثق واحد الدار مثلا ب 5000 درهم من غزد عليا الدوله الضريبه غنزيدها للمواطن عاولي وثق له 7000 درهم اش غايقول لي المواطن معايا جاي يقول تقول لي كل البارح انا شريت دار ب 7000 درهم غنبقى ندابز انا الموثق غنعتبرو عشفه عسرقني ويلا تزادت الضريبه الموثق ما عمره ما يخلصها من جيبه غيكبوا عندك العدو اللي غيكبوا عندك المحامي نفس العمليه شحال زدتي عليا راه غيحط لك ولكن انا ملي كندخل نتقاضى راه خص مجانيه التقاضي كما جميع الدول الديمقراطيه علاش حنا نخلصوا نخلصوا الرسوم القضائيه نخلصوا حنا المنفذ نخلصوا العون نخلصوا علاش علاش هاد المغاربه يخلص التعليم المغربي والمغربي يخلص التطبيب والمغربي ملي يدخل القضاء يخلص وملي وعباد الله واحد العائله مساكن صندوق دلوقي شراه باش يحفظ 3 مليون 3 مليون صندوق دلوقي باش يجمعوا بمصيبه وهذا تنبر ب 1500 درهم هذا كان شي مصاريف مصيبه كحله علاش وهما الكبار ما كيخلصوش الضرائب هما الكبار ما كيخلصوش الضرائب هذه راه اكبر مصيبه اذا المحامون هذا النقاش 300 درهم ولا 800 درهم ولا 200 باش نمشيو واحد النقاش اخر وعلاش الحكومه ماشي وحنا نفتحوا قوس اخر علاش الحكومه من النهار الاول ما تخلقش هذا المشكل مع المحامون هذا 100 درهم ديرها من النهار الاول علاش دابا وليتوا الحكومه كما قال الحسن قال وليتوا دراري واحد الهضره الحسن الثاني معقلت في شي خطاب كان شي احداث واش المغاربه ولاو خفاف علاش الحكومه ولات خفيفه هاد الدوره كامله والمحاكم حابسه والمواطنين ضاعوا شكون يعوض المواطنين في الضرر شكون يفلقنا الفراغ دابا انت حكومه في الاول خص يكون عندك تقدير في الاول كتعدي راسكم مطورين خرجتوا وهبي وبيت تاسو الحكومه بديتوا كتواجهوا مع المحامون والسبان ودايرين فيها واعرين محامون حط لكم بيضه في الطاس شكون خرج عاوتاني بعد خرج عاوتاني تلقينا واحد الوقت مواجهه مع عبد النباوي وكذا عاوتاني مواجهه مع نادي قضاة المغرب مع الوداديه الحسنيه للقضاة عاوتاني في الاخر خرجوا لهم النقباء بقاو يقولوا حشموا ما تحشموا اعراف والتقاليد علاش الاعراف والتقاليد فوقاش كنقولوا اعراف والتقاليد اعراف والتقاليد ما كيتعلق بشي حاجه نبيله في حاجه فيها البعد الحقوقي والانساني انا كنعرفوا المحامون تاريخيا كلمه الاعراف والتقاليد كيكون شي واحد باقي جديد متمرين مسكين ما عندوش كيلقاو كيتغدى في شي مطعم النقيب كيخلص عليه ما ياكل ملي كيكون شي واحد ما عندوش باش مكتب كيتجمعوا النقباء والمحامون اللي مدبرين الصرف وكيكريو له المكتب ملي كيكون مثلا شي هذا هو الاعراف والتقاليد ماشي الاعراف والتقاليد ولا عكل ما جوج اعراف خصنا نسمعوا باش نسمع لك خليا نضربويا غنسمع لك في الانحراف الحقوقي غنسمع لك في الاساءه للمهنه غنسمع لك فاش غنسمع ما معنى الاعراف هذه الكلمه ديال ولات كتستعمل هذه الاعراف والتقاليد خاص الخضوع راه عنده شروط خضوع راه عنده متى كانت هناك مصلحه متى كانت هناك دفاع على حرمه المهنه ماشي نخضع لك نتايا ما نعرف كيفاش داير محتكر كاع الملفات ديال الحوادث محتكر كاع الملفات الكبار ما ملفاتك مقضيه انت الاول اعراف والتقاليد الملف ديالك يدوز هو الاول مهلوم مجرى من الحوايج بالعكس هاد القواعد اللي كانت اليوم واللي خدات هاد المعركة حياهم الله حيا الله هاد 11 هيئة اللي خدات هاد المعارك والله العظيم أخوتي المغاربة قسما بالله لأقولها بمنتهى المسؤولية إلى المحامون المغاربة شرف المملكة المغربية في هاد الشيء لأنه وقع تغول ووقع اعتداء وقع واحد الهجوم على الحقوق والحريات وكان المحامون بالمرصاد والله معركتهم ما معركتهم بوحدهم معركتنا حنا عادونا الاعتبار واخا ما شاركناش معاهم واخا خدناهم واخا يقول اللي بغاو والله الا ما رجعوا لنا شويه الاناف رجعوا لنا حطوا البيضه في الطاس حطوها في جواز التلقيح ونجحوا واليوم حطوا البيضه في الطاس راه ماشي المشكل 100 درهم وحنا بغينا ننتزعوا هذيك الكرامات المغاربه ما بقى المغرب يقدر يتظاهر ما بقى المغرب يقدر يهضر يحكم على بنادم 15 ورجلي حاله 13 و20 عام وغوت تتعيا وغنفر ان اخطر ما المحامون فين نجحوا بالنسبه لي حتى كنت تحاول اخوتي المغاربه مساله والله الا رمزيه ولات واحد الجمله كتداول وسط المغاربه
اللي بغاتو الدوله تديرو اللي بغاو الله اللي بغاو تيديروه يديروا، هادي خطر على الدوله وعلينا. انا ما كنحملهاش، قلبي كيضرني. كيفاش اللي بغاو يديروه يديروه؟ كيف الغابه هادي ولا كيفاش اللي بغاو يديروه يديروه؟ ايوا اذا ما كاينش دوله. وهذا الكلام كيتسيركل وسط المغاربه في الصالونات، الدوله اللي بغات اللي بغاو يديروه يديروه، كيلعب بوحدهم. ايوا فين هو المشكل؟ كيفاش ما كاينش شحال قدام اللي بغاو يديروه يديروه؟ هاد الجمله خطر على الدوله. نهار تبقى لا سيدي الدوله ما كنقولوا ماشي اللي بغاتو ديروا ديروا، راه كاينه مجتمع مدني، كاينه برلمان، كاينه مؤسسات، كاينه مجتمع. تقدر تكون واحد المرحله فراغ، كتجي ما يسمى بالثوره المضاده لانه كانت احداث وجات، ولكن ما نبقاوش نطبعوا مع هاد الجمله ديال اللي بغاو يديروه يديروه. لا، هما المحامون دابا المحامون بصرف النظر مناوره تحايل عليهم ما كيهمش، ولكن مني واش ما عادش الامل في النظام؟ اهم فكره عطاو المحامون شنو هي؟ اهم فكره درسي يرجعوا المحامون حتى للمحكمه تغدى، ولكن الدروس اللي بقات واعره هو ان هاد الحكومه ماشي حنا اللي كنقولها، الحكومه كتقول للمغاربه الشارع هو الحل. ملي كتناضل في اليو في, 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 في الواتساب وفي الفيسبوك ما عنده ديك التدوينات بعض المناضلين والياس داكشي ديك التدوينات وسط عندها واحد داكشي علاش؟ لان المحاكم غاده والمرافق غاده والفلوس داخله للبنكه والاقتصاد كاين والبورصه خدامه وكان. ولكن ملي كتعطل المرافق العموميه تما الدوله البيضه في الطاس، وبانوا ما بغاتش والسلطات الحكومه راه ما بغاتش تبين بانها واكل الدق مع المحامي، دارت راسها مسوقاش وغاده الحياه. ولكن المحامون وسطهم كانوا مسيسين وعاقوا بهذا الشيء وصمدوا، حيت والله الدوله ما تقدر تستمر بمرفق معطل. اولا هي جريمه كامله الاركان الاحكام معطله وما تقدرش تستمر، ولكن الدوله ولا السلطه ولا الحكومه ما بغاتش تبين هذا العيب، ما بغاتش تبين، ودارت لان عارفه الشعب الى هدا التوعب هذه غترجع لواحد المرحله هي قطعت معها. بالنسبه لها هي الاحداث ديال الريافه واحداث ديال المحامون والنقيب زيان، وخا الحكم عليه بغى يخلقوا به الرعب والخلعه، ما صدقاتش الناس واصلوا لضلالتهم. شحال قدوا المرفق وهذا الشيء شنو غيوقع؟ لان باقي المجتمع ما قالش كلمته في الشلل ديال المحاكم. نهار الشعب المغربي يعرفوا المحاكم وغتبقى الضرر بزاف قد يكون عندهم ردود عكسي. اذا الناس في الحكومه المغربيه او السلطات وعاو هذا الشيء، راه هذا اللقاء ديال وهبي ماشي ظريف، الحكومه ماشي ظريفه، جلست وخنافرها دم بالدارجه المغربيه، الحكومه المغربيه جلست مع المحامون وخنافرها دم، صافي الباب مسدود وحلت صافي. من بعد ما بقاش عندها حل، اما غتنازل مره اما غتمشي لشي امور عنيفه، ولكن حتى واحد ما كيضمن تبعات ديالها لا قدر الله، لان اي عنف دائما تيكون مغامره، فبالاحرى عنف ديروا ضد محامون اما مادي اما عنف على مستوى المتابعات، في كلهما خاطر. اذا اللي دخل الدوله المغربيه لهذا الشيء حرفوا راسه خاوي غبي، انا نقول بالدارجه غبي، ما بغيتش نقول شي مصطلح اكثر. علاش الحكومه؟ انا نهضر بلغه الحكومه، تي الحكومه كون كانوا بيناتك الفنانه والذكيين ربحتوا مساحات في التسلط اللي حنا ضده، انا نهضر بلغتكم. كنتو فنانه ما كنتوش جبدوا الصداع مع المحامي خليه بقاو غادي، دابا بالعكس الله عز وجل انتصار للفقراء بين العيب ديالكم. اليوم المحامون واخا تكونوا كديروا مع مناوره بنتهم الحكومه بينت بان الشارع هو الحل. هذاك النضال ديال الفيسبوك وكذا والموقف شي داك الفيسبوك هذاك الناس بالعاني دفعوا فيه يبقى نضال افتراضي، ولكن ما كتاثرش على الدوره ديال الاقتصاد. النظام الرأسمالي كيتفاعل معاك ملي كتقيس له الاقتصاد ديالو مصالحه وجيبه، اما الفوق بالعكس النظام الرأسمالي عايش بالنظام الافتراضي. علاش؟ الكونيكسيون خدامه والانترنت خدام، جوجل خدامه، اليوتيوب خدام، الفيسبوك خدام، الفلوس داخله ولتحت غاده، البورصه خدامه والكونت كيكبر والمحروقات كتدخل والشركات كتخدم. ولكن ملي كتهبط تعطل المرفق العام كتهبط تعطل المرفق في الشارع كتحبسها. انا ذاك كيقول لان شكون اللي خلاهم يتعداو على الشعب المغربي في السنوات الاخيره؟ هو منين ولا ذاك العالم الافتراضي، النظام الافتراضي في الفيسبوك قاطع وحي كيعطيك شويه كتخدش الصوره، ولكن ما كتاثرش بحال. لهذا دابا الحكومه من خلال مع المحامون بانت بان النظام في الشارع، يعني الحكومه كتقول المغاربه انزلوا للشارع، حنا تنقولوا للحكومه المغربيه علاش المغاربه ينزلوا للشارع؟ علاش؟ علاش ما تقرايهاش بعيد؟ علاش ما علاش علاش زعما ما تنازليش على المحروقات الاثمنه؟ علاش هاد انتم ظريفين وتفقوا فيكم المحامون وتنقصوا لهم والمزاريط حيت ما منظمينش؟ اذا شنو حكومه كمونيه؟ دابا اللي بغى ياخذ حقه خصو يتنظم، هذا هو المبدا. دابا حنا فهمنا غير هادي، دابا الحكومه خوتي المغاربه كتقول لكم عن طريق علاقتها بالمحامون بغيت اخوات تاخذ حقك وتجمعوا وديروا تظاهره ولا عطلوا شي مرفق بهادي. انا ماشي كنقول هادشي، الحكومه كتقول هادشي، هذه هي المعنى. علاش تجلس مع الحكومه؟
إذا انتكد النهار الأول ما تديرش هذه المشاكل، النهار الأول كون ديمقراطي وتفاعل مع المحامون وتشاور معهم وتواصل معهم، ماشي تجيفوك خرجتي هذا وخرج هذا وما خلاوش، هذه قضاة المغرب خارج، الودادية خارجة، وقع الصدام مع السي عبد النباوي، وقع الصدام مع كذا، هو في الاخر اش بقى جيبوا النقباء. وعلاش زعما عشيه مسيره الاحد؟ علاش هاد التكتيك السياسي؟ حيت قالوا غنشاركوا في المسيره، هكا كتدبر الامور زعما. صافي حيدوا نتوما المحامون، خليونا مع المزاليط هذوك، ماشي مشكل، عيهبطوا العدل والاحسان، نقول لهم الهجاوه تكشمير. وعلاش ما ندبروش حنا في واحد الجو كاس العالم وفرحنا؟ انا بغيت غير نفهم علاش الناس ما استغلوش كاس العالم ويصنعوا الفرح في الوطن، تكون انطلاقه وتنميه، إفراج على المعتقلين السياسيين، خفض الأسعار، خفض الضرائب، فرض ضريبة على أصحاب الشركات المحروقات، يجلسوا مع المحامون يناقشوا معهم ويكون واحد الجو مغربي. 5 سنين ديال الكارفيس وديال طلع للجبل شحال قدها، والشعب المغربي عنده تقاليد، عنده كرامة، عنده أنف اللي ما كيعرفش المواطن. علعب باش لعب المنتخب راه يبان لك شكون هو الشعب المغربي على طريقة اللعب. أي طريقة، أي زياش، شي زياش تجزياش، دراسة شخصية زياش كافية لقراءة الواقع المغربي والشخصية المغربية. تحقر زياش، حقر وشوفوا شنو جا داير، وشوفوا زياش كيسوى. وهذا زياش حقروه المسؤولين المغاربة، حقروه المدربين، وحقروه عدد من عباد الله. وحنا الشعب كنا كنقولوا زياش، حنا كنا كنقولوا حمد الله، حنا كنا كنقولوا ها هو جا وليد الركراك، شوفوا المغاربة على واش قادين. بمعنى تصوروا ديك العملية اللي دارت مع زياش والركراكي، لو دارت في هذه السياسة ودارت في الاقتصاد، شنو ممكن نلجوا من خيرات؟ وانت راه مسؤولي، راه مشكلتنا في المغرب انه يحكمون بعض الناس اللي دون المستوى، الناس التافهين. وانا كنعتبر المحامين هما هاد الناس اللي ورطونا مع المحامون اليوم، والله كانوا شي ناس مسؤولين في المربع الحكم، هي كل من ورط اللي خلق هاد المشكل مع المحامين خصو يتحاسب. بصح في النتيجه المحامون انتصروا، ناوروا دابا مع الدين، والله سيدي انتصر المحامون، انتصروا اعادوا للشعب المغربي كرامته. حنا قلنا صافي استبدوا وانتصروا، اليوم المحامون من خلال هاد الاجتماع لعشيه المسيره، أن المحامون حطوا البيضة في الطاس وفرضوا الإيقاع ديالهم. إذا خوتي المغاربة، شكون معكم واضح في هذا المستوى، تحية للمحامون على هذا الإيقاع اللي فرضوه، كنحييهم عاليا وعاليا وعاليا جدا. جوج، أبانوا أن حكومة كامونية، والله ما دقت لعطات الريحة، ما كنقولها زعما باب شي منطق، أنا كنقول هي اللي عبرت على الممارسة. صافي الأول طلعت الجبل وهبي، شنو قال وهبي؟ قال يعاودوا المخوم واللي بغيتوا غنديروا. ما معنى اليوم اللي نزلتي بقيت تقول 300 ما بقيتيش غادي؟ اذا انت كاموني، اذا انت كاموني. اذا رساله للشعب المغربي، علاش المغاربه تموك العصا؟ حيت ما متحدينش، حيت ما منظميش. اذا التفريقه هي سبب خلانا. لو كانوا بلادهم منظم بجميع القطاعات، كانوا نفس المكاسب اللي ياخذوها المحامون هي ياخذوها القضاه، ياخذوها البوليس، ياخذوها الجندرم، المعلمين اللي قدام في القطاع، كل شيء ياخذ. راه علاش البشر واكل العصا؟ حيت ما منظمش. اذا التنظيم هو اساس القوه. هذا اروع درس. كنحيي المحاميات والمحامون اينما تواجدوا، لكم كل الحب الساده المحامون على هذه المعركه. هاد السلطات ولاد الحكومه حقرت الشعب المغربي، تفرعنوا ما بعده تفرعين، وجيتوا معهم حطيتوا لهم بيضه في الطاس. تحيه لكم بزاف.